بعدين ولى سيدنا عيسى للشط بتاع بحيرة الجليل وهالبناس جوله وبدأ يعلم فيهم. وانت كان يتمشى شاف راجل اسمه لاوي ولد حلفي مقعمس في مكتب يلقط في الضرائب للمحتلين الرومان. قال له سيدنا عيسى تعال تبعني. ناض لاوي وتبعه. بعدها سيدنا عيسى وتابعينه كانوا يتعشوا في حوش لاوي، وكانوا معاهم هلبة من اللي لقطوا في الضرائب، مدنبين تانيين يتبعوا في سيدنا عيسى، وكان في مجموعة من معلمين التوراة الفريسيين واللي هما طائفة متشددة من اليهود. شافوا سيدنا عيسى ياكل مع المدنبين ونشدوا تابعينه على شو ياكل معنا السيهادو. سمحهم سيدنا عيسى وقال لهم الناس اللي بصحتهم مش محتاجين للطبيب، لكن المرضى هم اللي محتاجين. رهوني ما جيتش للي يحسابوا روحهم صالحين، لكن جيت للمذنبين باش يتوبوا. الوقت هداك كان وقت صيام لتابعين النبي يحيى والفريسيين، وجو ناس ينجدوا في سيدنا عيسى. علاش تابعينك مش صايمين في الوقت اللي تابعين يحيى والفريسيين صايمين؟ رد عليهم سيدنا عيسى بمثل وقال كيف تبوا الضيوف يصيموا في وقت العرس؟ أكيد مدام العريس معاهم يصيموش، لكن بيجي اليوم اللي يتاخد فيه العريس من بيناتهم في هداك الوقت يصيموا. لو أي حد تبع العادات القديمة هذا زي واحد يرجع في سورية قديمة بقماش جديد، أمتى تتكرمش تتمزق كلها، ولا زي واحد يصب عصير التعنب جديدة في قربة قديمة، ووقت اللي يتخمر القربة تنتفخ تتفرقع والعصيرة تتبزع. هذا علاش العصيرة الجديدة لازم تنحط في قربة جديدة. وفي يوم السبت سيدنا عيسى كان خاطم جنب الزرع مع تابعينه، وبدو التابعين يقطعوا في القمح وياكلوا. والفريسيين اللي كانوا غادي قالوا له شوف علاش تابعينك يديروا في حاجات ما يصحش تندار يوم السبت؟ جاوبهم سيدنا عيسى شني ما قريتوش شندار النبي داود واللي معاه أن تجاعوا وما كانش عندهم ما ياكلوا؟ في وقت أبي ياتر كبير شيوخ الدين النبي داود خش لمكان محرم خشانة في بيت الله المقدس وكلي من الخبزة اللي شيوخ الدين بس ياكلوها وعطي منها للي كانوا معاه، وقال لهم بالنسبة ليوم السبت الله داره على خاطر البنادم مش البنادم على خاطر السبت، وأنا سيد الناس حتى شريعة السبت عندي سلطة عليها.